القوائم والكيانات الكبيرة أحكمت سيطرتها الكاملة على الساحة الانتخابية مستغلة نفوذها، حيث أن حجم الدعايات الانتخابية والملصقات في الشوارع قد تجاوز ملايين الدولارات. ويقول سياسيون إن تلك المبالغ المهولة من نتاج أموال كانت مخصصة لبناء مدرسة أو شراء أدوية قبل أن تسرق. وتداول ناشطون مدنيون على مواقع التواصل الاجتماعي خروقات عدة ومخالفات للعديد من الكيانات والأحزاب والقوائم الانتخابية التي وضعت ملصقاتها وإعلاناتها على مؤسسات ودوائر الدولة. ويقول مواطنون لكاميرا برنامج مع الناس إن الانتخابات لن تغير حال البلاد، لأن الوجوه نفسها ستعود للسلطة مرة أخرى. الانتخابات وعدنا مرشحين لاستلام المسؤولية من بعد المرشحين السابقين الذين انتخبناهم، ومرت علينا وجربناهم المرشحين السابقين، والمجرب لا يجرب مرة ثانية، وأخفقوا إخفاق كبير بالنسبة لحالة البلد وتطور البلد. ومعروف عن الموصل بلد الحضارة وبلد العقول وبلد القادة وبلد المبدعين. نرى هذا البلد ذهب وأصبح ركام، وأصبح بلد منكوب بسبب سياسات وغير سياسات أخرى. واليوم إحنا نريد نغير هؤلاء، لأنه حقيقة نطلب من مرشحينا حاليا بأن يغيرون واقع البلد من الحال المتردي إلى الحال الأفضل، وهذه أمانة في أعناقهم، أمانة في أعناق اللي رايح ننتخبهم، اللي يمثلون القيم والأخلاق وحالة التطور سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. كل الأمور وكل مرافق الدولة الآن هي في الموصل ركام لا فائدة منها أبدا، وأصبح الموصل حالة يرثى إلها بسبب السياسات العنصرية. حقيقة خلنا نقولها سياسات عنصرية ومذهبية وعرقية، كل هذه الأمور اللي دمرت هذا البلد، ظلموا أبناء هذا البلد. ونرى عن طريق الفضائيات كثير من الأطفال والنساء يتناولون لقمة الخبز المطروحة في القمامة ويأكلونها. وللأسف الشديد المرشحين السابقين اللي انتخبناهم ما غيروا شيء بالبلد ابدا. فاحنا هاي امانه باعناقنا، احنا اللي راح ننتخب يجب علينا ان نحمل هذه الامانه بشكل صحيح. هسه للاسف ملوا جيوبهم السابقين كثير منهم، وقاعد يقدمون رشاوي، هذا عباءه وهذا لكن اني ايضا اقول هذول الناس اللي يتقبلون هاي الرشاوي مع الأسف يبيع ضميره ووجدانه وكرامته وقيمه في سبيل أن يحصل على عباءة وورقة $100. للأسف يبيع مستقبل البلد، مستقبل الفلاح، مستقبل الزراعي، مستقبل الطالب، مستقبل كل أبناء بلده من وراء لقمة لا تكفي يوم أو يومين يطلبها من هؤلاء الذين أفسدوا في البلاد. والسلام عليكم. سابقا تسمع يطلع البرلماني سواء بالبرلمان او باحدى الوزارات يحكي عن الفساد، يطلع من النزاهه يحكي عن الفساد. احنا ما شفنا يوم واحد فاسد طلع بقفص الاتهام وقالوا هذا فاسد وتحاسب ضمن القانون. بس مره واحده واحد ماخذ له باكيت كلينس وعليت عنه الفضائيات، حاكموه هذا الطفل اللي جائع واخذ له باكيت كلينس على يعني المحكمه حكمت عليه. ما ادري عاد هذا هزل ام يعني هي صواب.
هاي الفرصة الأخيرة لغرض اجتثاث الفاسدين الذين اعتلوا المناصب وامتصوا دماءنا واحتكوا أعراضنا، وهذه القديمة ركام لحد الآن لا زالت الجثث تحت الأنقاض. وين 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 مبادئهم؟ وين اليمين الدستوري اللي هم عدوا القسم واستلموا المناصب؟ من فاد الموصل؟ عدد قليل، احنا ما نريد الكل، لا، اكو منهم ناس طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله. لكن اتأسف على جماعتنا المرشحين السابقين، يعني دورتين واكثر من دورتين وما شفنا من عتب كل شيء، وهسه المفروض ما يرشح، المفروض يروح يقعد بالبيت، ما هسه قام هم يريد ينطي هذا وينطي هذا على مود يفوز، لان ما سوينا شيء، ما سووا شيء قبل، لو مسوين والله نقول ما سووا. يعني اللي يغير نظام 15 سنه، اللي يغير نظام المفروض يصير احسن من السابق، ولكن ما شفنا احسن. المفروض يقعدون بالبيوت، ما يطلعون ولا يروحون ولا يجون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مع كل الأسف، الانتخابات السابقة انتخبناهم، هذول انتخبناهم السابقين، ما نقول كلهم، يعني 99% فاسدين. يعني يطلع واحد منهم صادق، والصادق ذا ما يقدر يشتغل، يخاف منهم. نحن نعيش الواقع. هسه احنا لحد الآن الظلم بادي بمدينة الموصل. يعني هسه المدينة القديمة مدمرة بالكامل. يعني معاملات عاد تمشي، ما تعويضات ماكو. مسح ميداني يطولوا 3 أشهر. استخبارات شهرين 4 أشهر ما معلوم. أمن وطني كذلك. عندنا شغلة اللخ، الظلم الدايم مع الاشتباه بالأسماء. هاي الاشتباه بالأسماء يا أخي، هذا مش تبي باسمه، أطلع شهر شهرين 5 أشهر. اطلع عليه مسح ميداني، عنده شيء اجيبه قدام بيته اقتله. ما عنده شيء اخويا، علاش تحاجزه هاي السنه؟ ما لها داعي. فلوس تاخذوا من الدواعش وطلعوهم. هسه الداعشي عيطي شده وشتين وعالشدات عيطلع ويطلع خارج البلد، بس ما عنده شيء ما يقدر ينطي. يقول انا يا اخويا وابني ما عنده شيء، ما عايز ينطي. وحتى اذا يريد ينطي ما عنده مين ينطي، ومكلبين بيهم. والله مسح ميداني، امن وطني، استخبارات، او اوراق ما كامله. اي سنه ايش الحكومه هذه؟ سنه كامله اوراق ما المظلومين ما تمشي، والداعشي اوراقه بليله ويوم تمشي. ايش الظلم هذا؟ اخوان احنا نريد التغيير، نريد يجينا رجال صادقين ما عهدوا الله بان ينصحوا يكون يعني مسؤولين علينا كلتنا. ما ابي كل مجال، والله العظيم والله العظيم. يعني هسه اعاني من الناس عوضا عن ما 100,000 واحد. والله قلت ما راح انتخب كل احد، ما راح اشوف اي انتخابات حتجينا فاسده. السلام عليكم. بس اريد اقابل المسؤول بالموصل، نريد نعرف مصير ولادنا. ولادنا صار لهم سنه موقوفين تشابه اسامي، يعني ما تنحل هاي المشكله، ما تنحل هاي المعجزه. نريد نعرف هذه، بس ايمن نروح زدنا على هذا، نريد نعرف مصير ولادنا. نريد نبدل وجوه، نريد نشوف ناس غير الوجوه هذه. بزعنا هاي سنه ما يكفي، نريد الحل. يعني تشابه اسماء ما حد يحله، يراد هاي معجزه، اذا معجزه قولوا لنا خاطر نسويكم حلو النية. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن طلاب الصف السادس الإعدادي. نحن تضرينا كثيرا من السنوات السابقة في هذه موضوع الترحيلات. نحن نريد أن ندرس وننجح ونتعلم لخدمة بلدنا ومدينتنا هذه الحبيبة. فنطلب من السادة المرشحين الجدد أن يخدموا مدينتهم وفي في إصدار قرارات التي تفيد هذه المدينة، لكن نعيد بناءها من جديد حتى تزدهر، وندرس ونتقدم نحن، لأننا لن تنهض الموصل إلا بيد أبنائها وشبابها. والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا بابا انا من الجانب الايمن، نحن انه استمعنا كثيرا انه يعمرون الايمن والايمن والايمن وكل شيء، ما قبضنا على هاي المنظمه على ذيك المنظمه على هاي المنظمه، ان نعمل جهود نريد من المرشحين الجدد ان يضعوا النقاط على الحروف ونبقى ممنونين. احنا من جانب الايمن شغل ماكو، وضعيه تعبانه، ايجارات باللي يعلم الله، ها احنا نريد يرجعونا بيوتنا، نريد نرجع على مكاناتنا، ها احنا نريد شيء يثبت بانه راح ننتخبوا يوفرنا هذا الشيء، ما نريد لا اكثر ولا اقل، بس وين يرجعونا بيوتنا، نرجع على بيوتنا، نرجع على اهلنا، نرجع على هاي. هسه احنا متغربين، ايجارات وكله وبيوتنا راحت، احنا نريد تعويضات شيء. السلام عليكم. طبعا احنا الطلاب اكثر شريحه انظلمت، خاصه تحت معاناه داعش هاي الثلاث سنوات، وطلاب الموصل وخريجين الموصل يعني تعيين نهائيا ما كلهم هاي ثلاث سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبه لنا احنا طلاب الموصل، عانينا ما عانينا من ظلم داعش اولا، ومن الظلم اللي يصير علينا احنا حاليا. يعني انا بالنسبه لي طالب صف ثالث متوسط، انا ممتحن والحمد لله يعني نجحت من الثالث متوسط، صعدت للسادس اعدادي، سادس علمي احيائي. زين انا لما صعدت للصف السادس، أنا غير يكون عندي معلومات مال الرابع والخامس تأهلني لأنه أدرس صف سادس أحيائي. السيد الوزير لما أصدر هذا القرار ما أعتبره أنا يعني كحل لمشكلة الطالب. من المفروض أنه يسوون دورات سريعة، يعني دورات تدريسية سريعة مكثفة، سبر معلومات ندرس بها رابع صف رابع علمي خامس، ومن ثم ننتقل إلى الصف السادس. بالنسبة للطلاب اللي راح يتخرجون، هل راح يوفروهم فرص أنه يتعينون، أنه يشوفون مستقبلهم؟ يعني احنا هاي صار لنا 14 سنة انتخابات، شو استفادينا؟ الطالب شو استفاد؟ مدارسنا كلش عادية، مدارس تعبانة. يعني شوفوا باقي الدول وين وصلت، مدارس التعليم عيصير بلا الكترونيا على انترنت وعلى غير وسائل تعليمية، سبورات ذكية. احنا لحد هسه جايين بالطباشير وبالقلم الماجيك نكتب على أيام زمان. يكفي شوية حسوا بمعاناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ريد إن حركة، يعني إحنا كطلاب يعني هسه ما نعرف شو مصدرنا كتعيينات، ما اكو اول شيء، ما اكو كل شيء، ما متوفر لنا اي شيء. نريد ان تعيينات، انه احنا كطلاب يعني من نتخرج نريد ان تعيين، حاليا ماكو لا تعيينات لا شيء. ونريد ان ملاعب، يعني مثل ما بنت بالنجف بالبصره ملاعب رياضيه، احنا هنا ماكو فرق رياضيه، ماكو. نريد ان كملاعب يعني تبنوا لنا ملاعب جديده مال رياضه مثل اللي بنت بالنجف بالبصره، هنا ماكو حاليا كل شيء. دراستنا ان شاء الله برلمان جديد راح يقوي لنا دراسة وعلم، إن شاء الله راح نستفاد منهم كل شيء إن شاء الله. حاليا يعني كنظافة ما نظافة بالبلد ما أكو، كأمورات ما البلد ما أكو، بس حاليا ما عاد تمشي. إحنا شوية نريد إن نظافة إن شاء الله مدينتنا تكون حلوة وراقية إن شاء الله مثل بغداد، ما بغداد الكردستان. السلام عليكم، معكم الطالب مدين إبراهيم رشيد، خريج معهد إعداد المعلمين. إحنا نشوف كل القنوات الفضائية، الشعب العراقي دائما نطالب طالب التعيين،
طالب بتبليط الشوارع، طالب طالب البرلمان والمسؤولين، بس كل شيء ماكو. يعني احنا نظل نطالب، احنا نريد هسه، احنا هسه ورا ما تحررنا وما شاء الله الكل رجع واستقرت الوضعية، نطالب ان يكون يحققون متطلباتنا، مو بس نظل نطالب، احنا طالبنا وبعدين. يعني احنا كل ما اشوف احنا نتفرج التلفزيون نطالب بالتعيينات، طالب انه نتخرج، والتالي نطالب بحقوق الشرطة المفصولين من البرلمانيين، لان والله طال الانتظار وهذا شيء ما يتحقق. نطالب ونطالب وما حد ما يسمع كلامنا، فنطالب من البرلمانيين او المنتخبين الجداد انه يرجعون الشرطة المفصولين. البرلمان الاعضاء راحوا ما سووا كل شيء للمحافظة. اول شيء عندك المدينة مدمرة بالكامل، ثاني شيء اعمار، شوارع ماكو، خدمات ماكو، وبعدين يعني التعيين ماكو، طلاب اكثرها طلاب محافظة الموصل كلها متخرجة وبلا تعيين. فنطالب من الحكومة الجديدة ان شاء الله نتأمل منهم انه تعيينات شباب، مدينة منكوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقول الوزير التربية انه احنا طلاب، انا طالب خامس ابتدائي، قادر تدريس ما عندنا، معلمين ماكو، خدمات بالمدرسة ما عندنا، ماي ماكو، غذاء ماكو، الشباك هو شباك عندنا ماكو، واني نازح من ليمن وجاي داوم، تعليم ماكو، تعليم المعلمين ماكو، شوارع ماكو، جانب ليمن يعاني، المدارس مال ليمن ما يداومون اصلا، الايمن ما يداوم. اطالب وزير التربيه والمسؤولين بهاي الاشياء انه يعمرون ويقللون يقللون معاناة الناس، لانه الموصل عانت كثير، عانت الموصل. احنا بالنسبة لنا نعرف حق المعرفة انه مقومات، اساس مقومات الدولة هو البناء. البناء يعني احنا يعني يشغل عندنا العامل، البنا، الكهربائي، النجار، الكذا، يشغل المدينة بشكل يعني كامل جدا. احنا نريد نعرف حق المعرفة، انتم يا برلمانيين يا جدد، مشروعكم تجاه مدينة الموصل فيما يخص البناء. احنا ناس مدينة كاملة، مدينة قديمة كاملة، لحد الآن ماكو واحد سكن بيها. المدينة القديمة هذه خما يعني هي اختزلت، يعني ذابت، الناس وين راحت؟ الناس هذول عندهم بيوت، البيوت هم هسه الحاضر ما ساكنين بيها. نريد نعرف هالحق المعرفة، هذول الناس هسه الحاضر وين يباتون؟ هم اللي يريدوا انه مساكن لهال الناس، او نريد احنا بناء على اساس يعني على اساس مهني. يعني بعض الدول يعني مثل على سبيل المثال هذه الدولة مجاورة لنا اللي هي مثلا على سبيل المثال القاهرة، حولت عاصمة جديدة حولتها في مكان خارج المدينة وبنتها. احنا ما نقدر نبنينا مجمع سكني على غرار كردستان، اقليم كردستان، على غرار الدول المجاورة لنا. يعني مجمعات سكنية تغني وتفي بالغرض وتفيد المدينة كلها وتشغل الناس كلها، وبالتالي يعني تمنع كثير من الحوادث والحالات والفساد. وشكرا لكم. الو، السلام عليكم. اول شيء احنا جماعه جوجلي نعاني معاناه شديد، شوارع ما عندنا، خدمات ماكو، حشد مال جوجلي ما عندهم رواتب، بس نشوف صور يجيبون يعلقون صور، كل خدمات ماكو، بس وقت الانتخابات نشوف صورهم. المسؤولين نطالب من المركزية يابا يحلون قضية جوجلي، يعاني من نقص الخدمات، خدمات كل شيء ما عندنا، خدمات لا شوارع لا ماي لا كهرباء، حتى كل شيء ما عندنا، كل شيء نعاني من كل شيء. بارك الله فيك. أيان جماعة حشدنا الرئيس، تعال عندك رواتب سنة ونص ما مستلم رواتب، سنة ونص ما مستلم راتب، سنة ونص، يعني ايش ذنبه هذا؟ عنده عائله ودنيا، يصير رئيس احكي. يا
يابا ما عندنا رواتب. ما عندهم ما عندهم رواتب. معاناتك ايش؟ معاناتنا الشوارع ما عندنا، طبليت ماكو، خدمات ماكو. تعال شوف سوق المخضر، شوف المزبلة، جماعة البلدية ما يطلعون، كل شيء ما عندنا. أبد معاناتنا بقوق جيلي ماكو خدمات، صفر. صفر صفر، خلي المسؤولين يسمعون. معانات قوق جيلي صفر. المن ننتخب احنا؟ المن ننتخب؟ منو يعرف معاناتنا؟ خلي يجي يشوف معانات، بس يجي يفتر. أسوي كل شيء ما يسوي، كل شيء ما يسوي، صفر. ياهو جاء قعد قال أسوي وما سوى. هذا 5 سنوات 7 سنوات شوارع مال قوق جيلي كله مكسور، كل شوارع مكسور. وشكرا. ايش تقول؟ منو يضحك علينا؟ منو يضحك علينا؟ ما حد يضحك، كلها ملتهيه بالبوق وبالنهيبه. والله العظيم المحافظ مالنا عشان بالك بالك، هاي صار لنا 6 أشهر 7 أشهر ما شفناها. راح قبل الانتخابات راح بلط الشارع مال البازيقات الغزلاني، والله ايش دعوه لي نزيه. يعني انا محافظ على حق وحقيق بس قدام الشاشه وقدام العالم كله كذب. خلي يضحكون علينا، خلي يضحكون علي الناس البطاله. والله كله علان وكذب. والانتخابات منتهية أمانة الله، منتهية هذا كله علاج كذب. والله ايش دعوة احنا نسيهين ضحك. هاي الصور وكل الاعلانات لو مزعية على هاي المواطنين كان العالم استفادت. ما بس كلاوات وكذب، وبالمجلس يحشون وكله بوق بوق. خلي ايه شي يحشون. والله خدمات صفر، خدمات صفر، كل شي ماكو. والله كل شي ماكو، خلي كل العالم تسمعني. خدمات صفر، ما حد يضحك علينا ولا حد يرحمنا. احنا شعب مثل الغنم، اي مول يجي يسوق بينا. خلي يضحكون علينا. والله العامل ميت من الجوع، يطلع النص وبعد العصر ما يجيب له 2000 دينار على البيت. هم قاعدين يوميا مسوي لي عزيمه قوازي وما قوازي. ليش ليش؟ وين تروحون من الله؟ شكرا وفي امان الله. باشر والله ما شاء الله القوق جلي سوقها عامر، بس الشباب يعني شغل ماكو شويه، تعيينات ماكو، خدمات ماكو بقوق جلي. أوجه رسالة الكل فاسد. أول شيء إطلاق سراح المتهمين الأبرياء، لم تثبت إدانتهم. أنا أخويا من الناس أريد أوصل صوتي لهم. هذول من الشوارع، أخويا كل شيء ما عنده، وكثيرين مثله أخذوه من هنا على مود موبايلين شالوه، وصاروا 8 أشهر ويا اليوم. أنا أوصل صوتي للقضاة، لحيدر العبادي، لذول الشريفين مو ذول الفاسدين. أريد أوصل صوتي. واي الصور على واي شو كلها، ما سوينا كرشي. أريد ناس غير هذولا، ما أريد هذولا، هذولا بزعنا منهم. شبهونا اعتقالات، ظلمونا ظلم، دمرونا. أخي وقع عليهم بسببهم. من الدواعش وقع عليهم، سقط إيده سقط أسع. هو بالسجن، صار له 8 أشهر. 8 أشهر صار له. عليه مسح ميداني، وشهود 2، والمختار، وايش يريدون على بيتنا بحين صار. شارع 30 بالمدخل، ما شارع 30. المنطقة كل شد منه ما عنده شيء. المختار يريدوا كرامة، قدس، ايش قاعد يريدون؟ شهود يجيب لهم. بس يريد اطالب اخويا، اسمه مويب عبيد فتحي جدوع. اللقب ماله الحديدي، مظلوم مسجون بالسجن الفيصلية، ويا اليوم صار له 8 أشهر، قبض 8 أشهر عدل. ليش ما يرجعون شرطة مال موصل؟ أستاذ العزيز، شرطة مال موصل ليش ما يرجعوه؟ نطالب من دكتور سيد حيدر عبادي، ليش ما يرجع؟ محافظات كلهم رجعوا اسمه شرطة مالهم، ليش محافظة موصل ما يرجع؟ يعني سبب محافظة أنبار رجع، كركوك رجع، تكريت رجع، كلهم رجع، بس محافظة موصل ما رجع. ليش؟ نطالب من دكتور حيدر عبادي أنطى قرار رجوع مالهم، بس ليش ما نفذوا؟ أخي العزيز، نحن نطالب تغيير هذه الوجوه كامل بالكامل، تغييرها بالكامل، لأن يجي واحد يجي يدخل الله وصورهم ملوا الشوارع، ملي آلاف مؤلفة بالشوارع هذه الصور، ليوزعونها على المواطنين، ليوزعونها على الفقراء، هذولا العالم تعيش بيها. بحق اللافتات يومية الحدادين بالشوارع الصور تقع يرجع يلزقونها، خلي يعينون هالعالم، هالشباب العاطلة، آلاف العالم قاعد عن العمل، هم بس متشلبيني بالصور وما يعرفونه، بس وقت الانتخابات يجونا، بس وقت الانتخابات انتخبونا واسوي لكم فلانشي، وكله كذب في كذب. هذه شلة فاسدة، من فاسد إلى فاسد أكثر. وشكرا أخوان. بالنسبة للخدمات ماكو، صفر خدمات. وإحنا ما أريد هذا نظام برلماني، إحنا أريد نظام رئاسي. نظام رئاسي أحسن بالبلد، نظام رئاسي. هذول الصور كلها ما لها داعي.
هذا كل صورة يعيش عائلة كامل، يعيش عائلة كامل، عائلة كامل يعيش. هذا كل صورة، ماكو داعي هالصور ولا هذا، كلهم فاشلين. خدمات ماكو، عضو برلمان 3 دورات مرشح عضو برلمان من هالقريتنا، ومدير ناحية من هالقريتنا، وكيل وزير الهجرة من قريتنا، ما حلو ما عندنا قرية علي رش، ما حلو ماكو، شارع ماكو للمقبرة، شارع ماكو، والبطالة سبيسن ماكو، سبيسن ما زاتين، كل شيء ماكو. يعني عضو برلمان 3 دورات من هالقرية، مدير ناحية كان من هالقرية سابقا، وكيل وزير الهجرة، يعني ما حلو ماكو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي إحنا نطالب من الحكومة أنه تشغل هاي العالم، والناس تهجرت، ونريد نطالب بحكومة أن تنظف المجاري، البلديات تفتحها، أريد تنزل عقود التربية لاستعمال طلقة والمتراكمات مالاتها، وأريد أن ننتخبوا إحنا، أريد أن يفيدنا بالشعب، مو من يكمش الكرسي ويقعد والله هذا واني فزت. احنا نريد ننتخب واحد يفيد الشعب العراقي، مو بس تستحنا من بوقت الانتخابات بس يعرفونا، احنا يجون علينا تعالوا ننتخبنا، انتخبوا فلان، نعطي فلوس فلان، تعالوا ننتخبوا فلان، والله احنا نريد ننتخبوا، انا اريد يفيد الشعب، اريد يفيد الشعب، انا بلطة الشوارع هذه، اريد عمرو ليمن، عمرو الجسور ليمن. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلب من الدولة العراقية تنظر إلى العالم، أخوي الجوع، العالم شتال هالجوع، والعالم إذا تعرفون أنت الشعب العراقي إذا شتال الجوع كل شي يسوي، والجوعان شو يسوي؟ تقول له اقتل يقتل، شو تقول له يسوي؟ ينفذ. أنت العالم فلوس، أطلع لهم أشغال، طلع لهم أشغال، هذا يطلع على عمل، هذا يطلع على اي وظيفه. احنا نطلب من الدوله الحكومه العراقيه، اخي طلعوا شغل العالم، العالم تشتلها الجوع، العالم اذا ظلت على هذا الحال تطلع على غير طرق. وشكرا. النائب والنواب هنا كلهم خلين صورهم على العواميد، وهذا بالجزره كل صور كذب كذب، كلهم بواقيه، واحد يريد يبوق الله، ما عندهم كل شيء اصلا، وما بالنسبه لي ما انتخب ابويا، هنا واحد يريد يبوق الله، فنحن نريد رواتبنا، ونحن نريد اللي اسمه مالنا. ومشكركم، رحم الله والديكم. السلام عليكم. اخوي احنا فوش 43 جنوب الموصل، خوش صارنا سنتين ما مستلمين راتب، خوش احنا مال عشائر، عشت عشائري، خوش سنتين صارنا ما مستلمين راتبين ولا راتب، ما نطالب براتبنا، خوش سنتين قاتلوا، هذه ما خلينا مكامرنا يا اخوي، هاي بس كل كلاوات حاطين مكامر، هذا كان يصرفون رواتب مكان الصور هاي على قواها، خوش مكان الصور هاي كان طون رواتب مكانها، خوش